البارح جانا ضيف جان قناة النهار. الضيف هذا هو اعطيني ما تطلقش الفيديو خاصكم. الضيف هذا غني عن التعريف، هو ابراهيم مراد مدير حملة المترشح الحر عبد المجيد تبو. جانا ضيف لقناة النهار وتكلم على برنامج المترشح الحر عبد المجيد تبون، تكلم على العهدة اللي خلاص انقضت راحت، وتكلم على البرنامج، على المستقبل، على الإنجازات، على الطموح، على الأمل، على يعني هذه هي وهذا هو. أنا الحاجة اللي أنا بايكم ما نقولش فرحتني، لأنه سبق وهدرت عليه هنا في البرنامج كذا مرة. السيد مراد اللي نحيوه، السيد إبراهيم مراد اللي نحيوه، قال واحد الكلمة على قناة النهار في البداية تاع الحوار اللي كان مع مجد بن عربية، قال باللي اللي هنا هضرنا في بلاصته هو اللي يهضر. بس هذه الكلام انا ما نقولش كما انا، الحمد لله ولله الحمد تكلمت عليه، اشرت ليه كذا مرة، قلت باللي قناة النهار في الانتخابات هذه رقم واحد والله العظيم، يعني تحبوا ولا تكرهوا قناة النهار دارت تغطية شاملة وكانت في المستوى في تغطية الحملة الانتخابية، اللايفات المباشر من الصباح لليل، أي حاجة عندها علاقة بالانتخابات الرئاسية المسبقة النهار إلا وتكون عندها يد فيها، تكون حاضرة. نسمعوا السي إبراهيم مراد واش قال على قناة النهار. كل الشكر نقدمه لقناة النهار و إذن لكم مباشرة، وكل كل احترام وتقدير لهذه القناة التي فرضت نفسها في الساحة الإعلامية ونشوف عندها تواجد كبير وتواكب كل الأحداث. بارك الله فيكم يعطيكم الصحة، ونشوف فريق شاب في المستوى المطلوب، مزيد من التألق. ولا هذه ولا غير شهادة صراحة، شهادة من عد سي إبراهيم مراد اللي فريمون أعطينا تصفيق يا سي. فوالا هذه اللي بدينا بها اليوم البرنامج.